هذا البرنامج مقدم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور منتوج المغربية للألعاب والرياضة. MDGS نربح الرياضة. بالنسبة للأولمبيك خريبكا فريق الأم تنتمنى له غير الخير. السقوط الدوري الاحترافي الثاني ماشي عيب. الأهم هو أنهم رجعوا في عام واحد، هذا شيء مهم يحسب لهم. الآن كاين تركيبة بشرية اللي محتاجين يزيدوا فيها لاعبين. تنظن على حساب التتبع ديالي الأجواء اللي كاينة في فريق الأولمبيك خريبكا كاين مشاكل تسييرية. لحد الساعة ما كاينش رئيس، ما كاينش انتدابات، ما تيبانش لك المستقبل الغامض بالنسبه للفريق. كاين ازمه ديال ازمه ماليه اللي معمره كانت في الفريق. جامي ما سمعنا ان فريق الاولمبيك خريبكا ميزانيه عنده عز مادي. اللاعبين ما مخلصينش ولكن كيساكريفيو باش اون اتوندون يدخل المناح. وهذا تنظن حتى بالنسبه للترشيب، الترشيب غير امين لانه النقاط متقاربين. اي خساره ولا جوج كيلقاو ريوسهم في الاخرين ولا ما قبل الاخرين. هذا الشيء ما تيبشرش بالخير. مي اللي يقدر يعاون فريق الاولمبيك خريبكا هو انه مجموعه ديال الفرق حتى هما بنفس الوضعيه الماليه وبنفس المشاكل بحال وتزان، بحال مجموعه ديال الفرق اللي حتى هما المستوى ديالهم ماشي كبير. غادي يكون تنافس وغادي يكون تشويق، سواء في الترتيب ديال البطوله لتحت ولا الفوق، غادي يكون تشويق ان شاء الله في هذا الموسم. هذا البرنامج قدم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور منتوج المغربية للألعاب والرياضة. MDGS نربح الرياضة.